ليش انت خليكي مرتاحه؟ حبيت كون جنبك اذا تحرك البيبي، وبعدين فيني اتمشى بقلب البيت. لا مستحيل، لازم ترتاحي. بعرف اني طولت بالشغل، بس اول ما اخلص رح اجي واقعد جنبك ورح حط ايدي على بطنك وما قيمة. شو اتفقنا؟ لا ما اتفقنا. وليش ما اتفقنا؟ بصراحة اجى على بالي البيض. تمام، شلون بتحبي؟ مسلوق ولا مقلي ولا عجة؟ ما بتفرق، بس ما عنا. بلا، في، انا شفت اليوم الصبح. ايه بس هداك بيض جاج، انا جاي عبالي بيض بطريق. بيض بطريق؟ ايه الابيض والاسود يلي بالقطب الشمالي. كأنك مزودتيها بقصة لوحام. اليوم انتي شاغبتي كتير، صار وقت النوم هلأ. بس عمل لحالي، كم مرة بينام الواحد باليوم؟ من كتر الملل ماني عرفاني شو أعمل. اقري كتاب، مو كان في كتاب بدك تقري؟ بلشي فيه. خلصته من زمان، والكتاب اللي وصيت عليه ما وصل. بصراحة كلامك مزبوط، شخص مثلك يضل بالتخت شغلة مو سهلة وصعبة كتير. مع هيك لازم اتحمل. طيب لازم ارجع وكمل شغلي شوي، ورح ارجع لك فورا، نقعد مع بعض ونحضر فيلم، موافقة؟ كنت عم امزح معك وقت قلت لك مليت، روح وكمل شغلك ورح انطرك لنشوف الفيلم. معناتها بوعدك ما طول بالشغل وارجع بسرعة. لا ما سمعته، لأنه بارح كنا بالمستشفى وما اطلعت أبداً على موبايلي. أخي حكمت إجته أزمة قلبية، لساته بالمستشفى. صدقيني الظرف يلي مرقنا فيه مو سهل أبداً. في حدا بيتزوج بالإجباري؟ وبعدين قبل ما تاخد هيك قرار كان لازم تاخد رأيي بالأول. أنا أمه شو نسيت؟ لو سألتك كنت رح توافقي؟ كيف مستني مني وافق على هيك قرار؟ طبعاً ماني موافقة. أمير ما أنا ولد صغير، ونحن ما عم نشتري له لعبة، هذا زواج. كيف فينا نتدخل بقرار هو لازم ياخده؟ شفنا القرارات اللي بياخدها لحاله. ثقي فيني جاهدة، هالقرار رح يفيده كتير. حكمت مشكلتي مو معك انت، مشكلتي معه، مع اللي عم يتدخل فينا واللي عم يعمل كل جهده لحتى ياخدك مني. شو بدك ساوي فيه؟ لحظة 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 لحظة، ما رح ساوي شيء، بس فيني طالع تعصيبي بابني. لا لا لا، شو رأيك باللي سمعتي؟ بترجاك بترجاك لا تساوي هيك، هو ما له ذنب.
صار لازم تعرفي إني ما عم أمزح، ورح تعرفي شو معنات إنك ما تسمعي كلمتي. نارين؟ آه. لا تتعبي حالك، ما رح تقدري تخدعيني كمان. نارين؟ قلتلك ما رح تقدري تخدعيني نارين. انت بتعملي هاي الحركات فيني هلا، وبعدين ابني رح يتعلمون منك. نارين، ضغط الدم طبيعي حكمة بيك، رح تجي الدكتورة بعد شوي ورح تعمل لك الفحص النهائي مشان نطالعك من المشفى. إن شاء الله يكون الفحص منيح وتطلع من هون بأسرع وقت حكمة بيك. إن شاء الله مليكة، أكتر شي بدي إياه هلأ إني أرجع لبيتي. قليلي أنت منيحة؟ ما بعرف، حسيت بمغصة قوية ولساتها. رح اتصل بالإسعاف. وقف، ما في داعي للمستشفى هلأ، بيروح الوجع. كيف ما في داعي؟ شو في حالتك؟ خلينا نستنى شوي كمان، أساساً ما في نزيف، وإذا حسيت إنه الجنين تحرك بيكون ما فيني شي. طيب على القليلة خلينا نروح ونفحصك ونعرف شو صاير. خلص بوعدك، إذا رجع الوجع منروح. رح اتسطح، معلش تساعدني. أمورك مو عاجبتني، من بعد هلأ رح يكون في قوانين صارمة، وأي شي بدك إياه رح يجي لعندك، المهم تضلي مرتاحة وأنا رح أعمل هيك. وشو مشان شغلك؟ أنت بس وعديني وترك الباقي علي. شكرا. ليش ما سويتي لإلك؟ لأني ما رح أبقى، بدي روح بعد ما أشوف يجيت.
الجو بارد، برأيي فوت لجوا هلأ بتبرد. مو حاسس بالبرد أبدا. يعني بدل ما تردي على اتصالاتي قاعدة عم تحكي مع هذا الواطي. ومعك حق بأنك تشك بأوميت، وأنا كمان مثلك حسيت أنه صاير شيء مع فريدة، لأنه تغير كتير بعد ما تزوج فريدة، تحول لشخص غريب كتير، وحتى تصرفاته صايرة غريبة. من وقت ما شفت هذا الزلمة وفي شيء بيني وبينه، بس ما عم أعرف شو. مثلاً لما بكون واقف جنبه ما بحس بأي أمان. خليك لاحق إحساسك ابني، ولا تتخلى عن فريدة، وخليك جنبها، ولازم يعرف أوميت إنك واقف جنب فريدة وإن مانا لحالة. خليك عم تحمي يا ابني، حتى لو هي ما بدها اصحك تتخلى عنا او عن حمايتها. خليك لاحق احساسك ابني، ولا تتخلى عن فريدة، وخليك جنبها، ولازم يعرف أوميت انك واقف جنب فريدة وان ما انا لحالة، وان ما انا لحالة. بعد ايدك من عنا يا واطي، بعدها. يلا أمير ابني، حاولت هديها بس ما قدرت أبدا. بترجعكم كرمال الله، خذوني لعنده. خالتي جاهدة، وقفي واهدي شوي. يلا خبرينا هلأ لوين بدك تروحي؟ لعند حكمة، بدي روح شوف جوزي. بترجاكم خدوني، بدي شوفه. بترجاكم. يعني رجعت تتذكري خالتي جاهدة؟ سمعت صار مع حكمة أزمة قلبية، كل يلي بدي إياه إني روح أشوفه هلأ. بدي أطمن عليه وشوفه بعيوني إنه منيح. ولا مانو منيح؟ صار شي لحكمت؟ ليش ساكتين وما عم تحكوا؟ يلا قلوا لي شي. لا خالتي جاهدة، حكمت بيك منيح، لا تقلقي. أمير ابني خبرني انت، قلي أبوك بخير. يلا قلي.
بخير؟ صار أحسن. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر. عنده لو سمحتوا، بعرف انه ما رح يسامحني بس مو مهم، المهم شوفه واطمن عليه. وبلكي ما قبل يشوفك. ابني بترجاك لا تساوي هيك، وقف جنبي. ليك اذا بدك ما عاد ورجيك وشي ابدا، بس خدني لعنده هلأ لأطلب السماح منه وقل له كمان إني بتشكره كتير، إنه كان أب منيح لإلك وزوج منيح لإلي، بس أنا للأسف ما كنت زوجة صالحة لإله بكل حياتي، وما قدرت إني أعطيه حقه ولو شوي. بس لو سمحت. بكفي، خديني انت بنتي لو سمحتي، خديني لو سمحت. انا بالسيارة، جهزي حالك وتعالي. يسلموا يسلموا ابني. يلا تعالي معي، يلا خلينا نغير ثيابك. أنا ما رح خبر حدا بالشغلات الوسخة اللي عملتيها بعيلتنا. فريدة غالية كتير علي، ومشان ما تعرف بحياتك وتنهار رح ننهي كل شيء بهدوء وبدون مشاكل. لو سمحتي، قلتي لي رح تعطيني برنامج الحمية لحكمة بيك، فيني اجي اخده هلأ لحتى اجيب الاغراض اللازمة ويكونوا جاهزين لما يرجع؟ ايش يا اكيد، تعالي لاعطيك نسخة. ايه شوفي على هالتخت، ولا حتى بتلاقيه بأوتيل خمس نجوم. ايه شو قالوا أهل زمان؟ مو معناتها إذا نمت بالقصر بتكون مرتاح؟ أحياناً حرام ومخدة بيخلوك مرتاح كل العمر. جهزت كل شيء قال لي عليه كمال. اه؟ يا ترى في شيء ناقص؟ لا ولا شيء، هيك الوضع كتير مناسب. رح صير نام هون دائما؟ حبيبتي شو ما عجبك؟ لا مو هيك قصدي، بس ما كان في داعي. ما بدي اعتراض بنوب،
من هلأ رح تنتبهي على حالك، وشو ما بيلزمك بتندهي لنا ونحن منجيبه. إن شاء الله ما تضل متعودة على هذا الدلال بعد ما تولد، وإلا وقتها منكون أكلناها. تمام، مثل ما بدكن، ما رح أقوم. طيب مرتاحة هلأ؟ لازمك شي؟ إيه، وحتى مرتاحة كتير، بس ناقصني مروحة. بدك شغلك المكيف؟ قليلي شو؟ مكيف شو هلأ؟ كنت عم أمزح. إيه، طيب أنا رح روح على المطبخ حط الشوربة على الغاز. حبيبتي، جعتي شي؟ صبلك شوية شوربة. لا، لسه ما جعت. بنتي، جاي على بالك شي حلو؟ إيه والله، جاي على بالي الحلو. عن جد إنك محظوظة، في رز بحليب، شو رأيك جبلك منه؟ يسلموا، بس مو جاي على بالي رز بحليب اليوم. طيب، بدك ساوي لك بتفور؟ بس تحضير العجينة رح ياخد وقت كتير. لا خلص أمي، ما في داعي تعبي حالك أبدا. رح حاكي ناجي وخليه يجيب لك كيك وهو راجع. ما بدي كيك، بس ممكن أكل سميت، عنا غراضه؟ ايه طبعا في بنتي، خير الله كتير، لا تقلقي، رح ساوي لك ياها مثل ما بتحبيها، ورح رشلك فوقها سكر بودرة مشان تقبلي. بالعادة لما تفيقي الصبح بتاكلي شي مالح. معناتها هلا رح فوت ساوي العجينة وبساوي شاي ومناكل كلياتنا. لا ما في داعي تعذبوا حالكم، بكفي تساولي سميت، ما رح كون مبسوطة وأنا عم تعبكم لهالدرجة. انت ارتاحي وما دخلك، بس ارتاحي، حتى أنا إجي على بالي أكل سميت. يلا تعالي منور خانوم، خلينا نبلش شغل. صح بنتك رح تسمن هلا، بس رح تنحف بعد 9 شهور، بس نحنا شو نساوي بحالنا كرمال الله؟ قولي لي شو نساوي. يلا. ليكي، كل شي بدك اياه عندك، لا تتعبي حالك. تمام تمام، بوعدك. معناتها أنت مصر أنك تدللني كتير، وحتى رح ضل كل العمر. شو مستقلة بحالك؟ إيه، يلا خلينا نبلش. جهزت الطحين؟ إيه جهزته، هاي الأغراض صاروا جاهزين. إن شاء الله تمرق من هالفترة وتقوم بالسلامة وأخذ حفيدي لحضني. إيه آمين إن شاء الله. والله وأنا التانية ماني مصدقة إمتى أشوفه قدامي. آمين. الله يطول بعمرنا لحتى نشوفه وهو عم يركض قدامنا بالبيت. إن شاء الله إن شاء الله. شو خير فخرية؟ شو في؟ ليش عم تضحكي؟ أكيد خير منور خانوم، خير. وأخيراً قدرت لاقي بنت لناجي، يعني إذا ساووا مسابقة رح يختاروني أحسن مرة لهالسنة. تفضلي، وهي إجا العريس. بس ما بعرف ليش قلبي ناقصني وحاسة إنه رح يرفضها كمان. رحت وجبت كل الأغراض يلي طلبها أخي كمال، كان بده أغراض تازة، لهيك نزلت على السوق الكبير. عم فكر صير روح لهنيك، دائما في بضاعة تازة، بس لازم روح على بكير. خلص هيك رح ساوي. والله حلال عليك، حلال عليك، من أول ما شفته وأنا قلت عنه قد حاله. لو كان شخص غيره كان راح على أي محل وكان جاب لي فواكه وخضرة بتقرف وأنا يلي ببتلى فيها. بس بتعرف شو؟ ما لازم تضل وحداني هيك لحالك، لازمك حدا يسليك، وإلا لا تكون ناوي تقضي كل حياتك هيك. يلا بقى ابني، شدلي حالك، وإنت شوف البنت اللي بدك ياها وأنا علي أخطبها. رجعتي كمان؟ إيه رجعت كمان ناجي أفندي، بس خلص لا تقلق، إلك علي يدور لك على عروس، لا تقلق. أصلاً مالي الآن، بلا ما بدي أتجوز وهي بتضل بتورجيني صور بنات. وحدة حاكتني فيديو. إيه اتصلنا فيها، شو يلي صار؟ قامت القيامة يعني؟ لا بس خجلتيني. والله أنا بهي القصص ما بتدخل. وليش منور خانوم؟ اتدخلي، يلي قدامك ما نو عارفان شو يلي بده اياه. ما بتصدقي لقيت له أحلى بنت بالحارة عندي والأفندي ما عجبته. أختي، ما قلتلك ما عجبتني، قلتلك ما بدي اتزوج، فهميني. تمام ابني تمام، أصلا أنا عم ساوي هالشي من شانك،
بما انه ما بدك خلاص تصطفل على راحتك. واخيرا انا رايح. لوين؟ لبرا. بس لا تروح لمكان بعيد، بجوز بنتي نارين تغير رأيها بالاكل باخر لحظة. ما رح بعيد. شايفة بعيونك نظر غريبة بس ما عرفت شو معناها. افتحي أدنيكي واسمعيني، صدقيني لقيت له بنتي بتاخد العقل، ما في حدا عاقل بالدنيا بيقول لا لهيك بنت حلوة. بنت من عيلة محترمة وحلوة كتير وأخلاقها ما في منها، وحتى إني ورجيتها صورته لناجي وعجبها كتير. ايه ماشي، بس كيف رح تصير القصة إذا ناجي ما أنه موافق أبدا؟ يا ترى كيف رح تخليهم يلتقوا ببعض؟ ما سمعتي شو قالك؟ أنتي لا تاكلي هم، القصة عندي. البنت رح تجي لعنا لهون ورح نألف حكاية ورح تبين القصة إنه إجت لحالها، يعني من الآخر أنا ما إلي علاقة بهذا الموضوع. متى ما حطيتي قصة براسك إلا ما تساويها. إيه لكان أنا بعجبك. عم تتفقوا علي؟ رح ضل واقف بالشارع لحتى تروح. الله يخلصني منك، طول الوقت وهي عم تحوم حوالين حكمت. أعطيني هدول لفوتهم. شو ما سمعتيني؟ كنت عم بحكي معك. هاتي الصينية. الأحسن أنا فوت له إياها لجوا. شو قصدك؟ قلتي لي أحسن لكان. ايه بس عفواً، انت مين مفكرة حالك؟ يعني ظابطة معك مليكة تفوتي له الأكل انت ومرته واقفة هون؟ طلعي فيني، رجعي لعقلك وعرفي حدودك منيح، وإلا بعرف شغلي معك. سنقول خانم، حكمة بيك طلب هيك. انت منيحة اختي؟ ولا يهمك ولا يهمك، انا بنصحه. يسلمون اخي، رح روح ونظف ثيابي. تركنا يجيت نايم. يلي عملته هو الصح، كون متأكد. يلا تعالوا. شو لحقتي تنظفي ثيابك؟
مشي الحال؟ لحظة صايرة وقحة وما عم بتردي علي. بعدين قليلي لشوف، يعني انتي ما بتستحي تحومي حوالين رجال متزوج؟ ليك أنا عم ساوي شغلي وبس. عم تساوي شغلك؟ هاد الحكي مو علي. شغلك إنك تدخلي بين زوجين وإنك تحاولي تبعديني عن زوجي، ها؟ ليش سكتي؟ احكي، يلا احكي، قولي إنك كنتي عم تبعديني عن زوجي. شو عم تساوي؟ شو أنتي جنيتي؟ شو عم تساوي؟ هلأ بقلك تركيني. يلا قولي إنه عينك مو فيه، بس ما بتقدري مو هيك؟ لأنه واضح من عيونك إنك حاطتيه براسك ومن زمان. شايفتيني غبية؟ احكي، شو أنتي ما عندك أخلاق يعني؟ يلا جاوبي، أنتي بتعرفي إنه متزوج وما هيك حاولتي تتقربي منه؟ بكفي، ما فيكي تحكي معي بهالطريقة أبدا. لا فيني احكي، لأنه بالقصر أنا الخانم. مين ما كنتي تكوني ما بسمح لك تحكي معي هيك أبدا. واضح ما رح تفهمي بالحكي. اسمعي، إذا بشوفك عم تحومي حوالين حكمة بيك بقتلك. عم تفهمي؟ وصحك شوفك قريبة منه، لأني وقتها ما رح أرحمك. بعيد عني، أنا ما عملت شي، هي اللي استفزتني. خلصيني، تحركي. وأنا كمان مثلك، حسيت إنه صاير شيء مع فريدة، ومعك حق بأنك تشك بأميت، لأنه تغير كتير بعد ما تزوج فريدة، تحول لشخص غريب كتير، وحتى تصرفاته صايرة غريبة. ولا تتخلى عن فريدة وخليك جنبها، ولازم يعرف أميت إنك واقف جنب فريدة وإن مانا لحالة، حتى لو هي ما بدها. أصحك تتخلى عنا أو عن حمايتها. حلو كتير، النتائج كتير منيحة. إذا ضليت هيك رح تطلع بعد فترة قصيرة إن شاء الله. هذا هو أملي. لا تتعبي حالك، أنا بصب لك. بدك مي مو هيك؟ صار وقت الدواء، رح ناولك الحبة. صاير مثل المنبه. عندك اعتراض؟ معقول اعترض بعد كل هالشي؟ بحياتي كلها ما حسيت حالي أميرة مثل هالوقت. كأنك قريت كتير. حاسس عيونك تعبوا، يلا نامي شوي وارتاحي. قلت لي نام؟ كيف بدي نام وهي الروايح الحلوة طالعة من المطبخ؟ مستحيل نام قبل ما أكل بالأول.
منور خانوم، هذا الصحن لبنتي نارين. رح حط لها قرفة كتير عليها، عن جد هالبنت بتعرف طعم التمة. والحلو اللي ساويته طيب كمان، رح اسكب لها لتاكله سخن. شو رأيك لو نحط من الفواكه اللي جابها ناجي؟ ولا هيك بيصير كتير؟ بما انه ذكرنا ناجي، شو رأيك نحط له صحن؟ لا منور خانوم، ما رح نسكب له ولا شي. ليش؟ هلأ بياكل هو والبنت، وهيك بصير منطقي انه ياكل هو وياها. ايه معك حق، معناتها رح نسكب لهم ياهن ونخليهم هون. متأكدة رح يمشي الحال، عن جد ما حدا بيطلع له معك اختي فخرية. لسه ما شفتي شي. متأكدة بعدين رح يصير يدعيلي، ومتأكدة انه رح يكون مبسوط. يلا كله لخير ان شاء الله. استني علي، استني. لكن بدكن تعملوا فيلم فيني أنا؟ وتزوجوني هي البنت؟ معناتها ما شلتوا القصة من راسكم. أنا بعرف شو ساوي. يلا خلصوني، اطلعوا بقى. الليلي فخرية، يا ترى من هون لأولاد قديش رح يصير وزني؟ شو صار لك بنتي؟ انتو روحين، هالولد صغير وبدو غذا، كلي. عم آكل أصلاً، ريحته بتشهي وما رح أقدر قاوم. سلطانة، يا ترى بتحبي نجهز لك شي تاني حضرة السلطانة؟ سلطانة؟ قلتي سلطانة؟ شو بدك أحلى من هيك سلطانة؟ سلطانة؟ انت تتمني وانا رح اطبخ لك اي شي بتتمني وجيبه فورا. حضرة الشيف ما في اكل لالي؟ معقول حضرة السلطان؟ ايوة. تفضل.